صباح النور الناس، كيف حالك؟ يا هلا. كان عم يحكي لنا إيهاب قديه هذه الآلة الهاند بان جميلة وحلوة، وخصوصا إذا كان الشخص قادر يحتويها لهذه الآلة ويحتويها ويطلع أحلى الأنغام. أكيد كان عم يحكي لي كثير عنها، بس نسمع عنها أنت شو كيف. لا قبل ما يسمعنا شيء بدي تحكي لي كيف بلشت معك وكيف بتحس هاي الآلة. الهاند بان هي آلة فيني أقول لك يعني شغلة منستحر فيني لك. بالنسبة لي ما بعرف كيف الناس بيشوفوها، بس هي آلة موسيقية، هي آخر آلة فيني أقول أو أحدث آلة موسيقية نزلت ب 2011. آلة جمعت بين الإيقاع وبين النغم، فطلعت صوت غريب جميل جدا. كل ما يعني الشخص بيسمعه بيحس بحالة جديدة ما سمعها قبل مع أي آلة موسيقية أخرى. فما بعرف يعني. طيب أنس، أنت جربت مثلا تعزف من قبل على آلات وحسيت لازم تجرب شيء جديد، ولا لما نزلت هي هيك عطتك هذا الإلهام أنه تعال يلا عزفني؟ لا هو صراحة أنا يعني قصتي مع الموسيقى صار لها كثير. أنا بعزف من عمر 9 سنوات ما شاء الله، وتخرجت من معهد، كنت بدرس إيقاع شرقي وتخرجت بعمر 13 سنة، بعدين درست عود، بعدين كملت على الدرامز وبيانو نوعا ما يعني. زين انا بعرف فوت البيانو غلط هيك بالنص، سوري شو بتعمل؟ الاله هاي فيها سلم موسيقي مثل الالات الباقيه ولا؟ طبعا طبعا. هلا هي بتختلف، هي عباره عن اوكتاف واحد من دو للدو او من ري للري او كذا. ما انا يعني كيف بدي اقول لك، من حيث عدد العلامات ما فيها او ما فيها الحريه مثل اي اله موسيقيه اخرى فيها كل الاوكتافات، لكن ميزة يعني هذا الشيء صحيح، هي ميزتها انها سمبل اكثر من اي اله اخرى. ما فيها النص. كيف النص؟ النص قصدك نص بيمول اللي هو الربع. هلا الربع التون هو بصراحه هي كانت يعني شيء عم يتحضر هلا، ما حدا عمله بالعالم بعد. عملت اوردر من حوالي 8 شهور، والاله الجديده اللي هي اول اله رح تكون بالعالم هي رح تكون فيها ربع تون هي لإلي. من وين عم تعمل لها اوردر؟ هلا في صار اول شيء هي الآلة الاساسيه اخترعت بسويسرا، لكن مع زياده الطلب عليها صار في كثير ميكرز بالعالم بايطاليا باسبانيا بالمانيا بشكل عام. ايه يعني انتشرت هي الهاند بان، صارت آلي منتشره جدا يعني باوروبا لانه هي من 2001 فصار لها فتره منيحه. طب هلا صار لازم نسمع معنا صح ولا لا؟ اكيد اكيد بتشرف. شو حتسمعني؟ بتشرف. هلا هو صراحة الهاند بان قليل ما تقدر تقول عليه شيء شرقي. التجربة اللي عملتها انه عم بحاول انه تغرب الشرق. تماما تماما، قرب شرق الغربي. شرق الغربي. اوكي تماما. فنوعا ما يعني هيك تجربة جديدة ان شاء الله هيك بيعجبكم. بدك ساعدك بشي؟ لا رواق. Thank you.
شاء الله. يعطيك العافية. حسيت اخذت جهد منه. حسيت فرقة كاملة. ثانك يو ثانك يو. بتحس انه لازم مثلا هذه الآلة تكون لحالها كرمال تنسمعوا مثلا مثل يعني بحس قريب شوي للكونغا مثلا. نعم. او انه بدك معك آلة موسيقية تساعدك او فرقة يمكن او فرقة. والله بصراحة الهاند بان يعني جماليتها انه اخذت كذا ستايل. ما بالنسبة لي يعني حسيت انه كان في عنا ايفنتس بلبنان وبالاردن بسوريا وهون بشكل عام بجيسي كانتريز. كل مرة عزفت فيها مع حدا، مثلا عزفت مع عازف قانون، عزفت مع حدا بيعزف رباب جميل جدا، آلة أفغانية رائعة الرباب. كل ما بعزف مع حدا، عزفت مع فرقة جاز، كل ما بعزف مع حدا الآلة عم تتطبع بهالميوزك. فكتير عجبني هذا الموضوع أنه ما إلى ستايل معين وما إلى شيء، بالإضافة إلى أنه بعزف مع آلة الناي بمراكز يوغا وبأماكن هيك يعني بنيبال ببالي بالهند بجروبات تبع يوغا وتبع مديتيشن بشكل عام. فأنا نوعا ما متأقلم الآلة مع أغلب الأجواء. صراحة أنا كنت متخيلتها صعب كتير يمكن تتأقلم خصوصا مع الآلات الشرقية مع العود. نعم. القانون. نعم. الآلات الوترية. نعم. حسيت يمكن شوي بعاد عن بعض. شوي، لكن هو بيختلف السكيل اللي كنا عم نحكي فيه أول شيء، أنه هو الشيء اللي عملته أنه قرب فعليا الميوزك او السكيلات تبع الهاند بان للموسيقى الشرقيه بشكل عام. هاي كانت شيء ما سهل بصراحه، اخذ مني دراسه كثير يعني. يعني وانا حاليا 4 سنوات ببحث بآلة الهاند بان، وحاليا الاوفيشال تيتشر الوحيد بالميدل ايست للهاند بان. ما شاء الله عليك. فنوعا ما اغلب وقتي بشكل يومي هي عباره عن يعني تمرين وبحث لآلة الهاند بان بشكل عام. وهلا حاليا صار عندي 13 آلة وفي عندي ستودنتس يعني وقصص هيك عم بشتغل. بس انا سمعت ان تم اختيارك بالمهرجان وورد فاشن فيستيفال اوورد. تمام. بس خبرنا كيف اختاروك لهذه. خليل ياك، هلا هي كانت تجربه جميله جدا. هو معرض ازياء عالمي بيشاركوا فيه، بيصير بمرتين بالسنه، مره باوروبا ومره بدبي. بأوروبا بحسب، أحيانا بيصير بباريس، أحيانا بيصير بميلانو. تماما. هو مهرجان عالمي معروف. تماما تماما. فالفكرة بيشاركوا أغلب الفاشن ديزاينرز، مثلا كان مشارك أرماني، كان روبرتو كافالي، كان مشارك أكثر من حدا. فالفكرة أنه هن جابوا، مو بس أنا اختاروني يعني، كان في عدة أشخاص موجودين. كان من ضمن اختيارهم الشخص اللي عم بيعمل فكرة جديدة. يعني هلا حاليا نحن صرنا بزمن بحاجة لفكرة جديدة، بحاجة ابداع ابتكار. اكيد. فالفكرة كان بدهم شيء بالاخص في مجال الفاشن بعد، يمكن هاي تماماً وايد. تماما هي لانه آلة يونيك صراحة، هيك الى طابع خاص ما بتشبه اي آلة اخرى. فهن كثير عجبتهم فكرة انه طالما نحن الايفنت بالميدل ايست وناس وعرب وهيك، فبدهم حدا جامع الثقافتين مع بعض. فتم اختياري لاني يعني حاولت اني اعمل هذا الشيء، والحمد لله كانت مشاركه جميله. وهلا في عنا بشهر 1 بميلانو كمان مع نفس المهرجان راح يكون لي فقره ان شاء الله. ما شاء الله عليك. حلو ما شاء الله عليك. بس شو حبيت تعزف لك؟ عزفت لهم عربي، الحان عربيه او في مقطوعه؟ في مقطوعه مؤلفها كان من تاليفي اسمها شجون، جمعت فيها ال فيني اقول لك الروح العربيه، لكن هي مقام مينور، مقام غربي تماما. فنوعا ما حسوا انه عم نسمع شيء لنا وغريب. شجعتنا انه نسمع هذا منك عندك شيء. ايه حاضر، بس رح غير السكيل لو سمحت. فيها وزن هاي ولا تحس انها خفيفه؟ تقريبا منيح خفيف الوزن. شو الوزن؟ منيح. بدك ساعدك؟ جيبها عندي دجاج. انا خايف يا اخي. ثقيله؟ سمي بسم الله. خليها عندك. لا مش ثقيله. طيب جيب لي انا. لا خلص حسك حامل. انا بساعدك انت من هناك. انا من حامل صحن فضائي. صحن فضائي. تمام تماما هيك. تعال وانا نجيبهم. لا شكرا علي. شكرا. ثانك يو. شكرا لك. جاهزين؟ جاهزين. بس ليه غيرت؟ لانه هاي مقام مختلف. اوكي. مقام مختلف. كل مقام
مقال آلة؟ نعم نعم، كل آلة إلى مقام محدد وإلى علامة محددة. يعني مثلا حتى نفس المقام بحتاج لأكثر من هاند بان لأعزف المقطوعة كاملة. نعم تركيز نعم. عالي طبعا، بده تركيز طبعا، بده يعني، لكن كله مع التمرين بيمشي. يلا تفضل. اوكي حتى النهايه كانت حلوه، حسيت انها صارت اخر شيء سريعه. حسيت فعلا وصلني هذا المزج بين الشرقي والغربي. بس اي منطقه بالاله قدرت تعطيك صوت مختلف ولا بس الدوائر؟ لا هي فعليا لما يصير فيها، لما يعملوا لها دوز على الاله، هي ما بتكون نت 100% التون. يعني مثلا خلينا نقول فرضا في تكنيك معين بقدر يعطي النص، مثل ما حكيت مثلا هي العلامه العاديه ناتورال. طبعا لما اكون باستديو بسمع اوضح بكثير. هي العفق بالنسبه للعود، لما تعمل علامه وتعمل العفق يطلع معك. بتعرف انت عم بتضايق، تخيل لي لفتره اسالك انه او ليش انت معزوفة لك ما بتكون بإحدى السديات الموجودة العالمية وطلع عبالي التشيل أوت ميوزك مثل المدبار أو غير هون اللي بياخدوا من كذا محل وبيحطوهم. نعم. حدا من قبل أو عرضت أو حدا سمعك؟ لأنه
نفس الثيم عم نحكي تقريبا، اللي هي هاي الموسيقى اللي هي بتاخدك باليوغا والمحلات. حدا مره او حدا عرض عليك هذا الشيء؟ نعم، هلا في بالحقيقه في تواصل مع حدا بشركه انغامي، في البوم هو تقريبا صار حيجهز اللي اسمه نبضات قلب او في هارت بيتس. الفكره انه عملت فيه الى الان هن 5 مقطوعات من تاليفي، ضل يعني انا حابب انه اعمله 7 أو 8 لسه ضل يعني، فعلى اساس انه بديسمبر ان شاء الله راح يصير في يعني عقد معهم ويعني يصير في شيء افضل يعني باذن الله. نتمنى لك كل التوفيق. كل الشكر. احنا كثير انبسطنا معك اليوم. كل الشكر. كل الشكر. اخذتنا على غير عالم. شكرا. غير دنيا. كل الشكر. نشكرك كثير كثير. ومع هيك بدنا نختم حلقتنا اليوم ونصور سناب للهاند باند. ختمها مسكه ما شاء الله. بتشرف معنا. رح نستعمل السكيل الاخير اللي بالعاده ايوه طبق الفضائي الاخير. تمام، الطبق الفضائي الاخير اللي بنستعمله بالعاده لليوغا. ايوه. فهلا يعني راح تروح معي بمديتيشن اكثر شوي. يلا نستعد انا وياك ايهاب مديتيشن. طير. هاي الهاند بان من برازيل تستعمل اكثر شيء، كانت السكيل اللي موجود فيه هو هارموني لل الناس القدامى اللي كانوا يعملوا مثل الطقوس وشغلات هيك اصدقاء للبيئه اللي وكان يستخدموه. يعني هلا في حاليا على نفس السكيل شيء من العلاج للاعصاب حاليا، يعني في دراسات انه من ضمن الدراسات العلاج بالموسيقى دخلت هلا الهاند بان كآلة كثير منافسه جدا لانه مميزه جدا بتحديدا بمواضيع الاعصاب. فهمت درجه تحليل علاج اعصاب؟ لا لا انتم مش بحاجه، بس هو جميل هيك الواحد دي. انت موسيقتك ما شاء الله تريح الاعصاب. كل الشكر كل الشكر. طب يلا شو لازم نصور سنابات هلا؟ اوكي يلا استعدوا للسناب.